السلام عليكم ورحمة الله، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ونبدأ الفيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ومرحبا بكم في قناتكم وصفات ياسمي شانيل. اليوم جيت نحضر معكم واحد التحلية، وما تحلى ليالي رمضان إلا بالتحلية إن شاء الله. كتجي زوينة وبمقادير بسيطة وموجودة في كل بيت. وكنحتاجو لها واحد إطرو ديال الحليب، وكاس سكر سنيدة اللي بالنسبة للكراميل، وثلاث معالق سنيدة، وجوج فلون فاني، وبيضة. اول حاجه كناخذ كاس ديال السكر سنيده، كنديرو في واحد المقلاه، وكنوضعو على نار هادئه، وكنخليه يتكراميليز. ثاني حاجه كناخذ ديك اطرو ديال الحليب، وكنضيف ليه بيضه، كنضيف ليه السنيده، المهم انا كنت ثلاث معالق، كل واحد على حسب الحلاوه اللي كيبغي، حيت الكراميل كيعطي واحد شويه الحلاوه. وكنضيف ليه جوج ديال الساشي ديال الفلون، يستحسن انه يكون هذا الفلون الزرق ديال الشينوا، اللي ما لقاش يدير فلون عادي ديال فاني. كناخذ الميكسور، كنطحن الخليط ديالي باش يتجانس مع بعضياته. لمدة واحد دقيقة ونصف. هانتوما كتشوفوا السكر ديالي بدا كيتكراميليزا، كنبدا نخلط باش ما يتحرقش ليا حتى يدوب لينا كامل. الكراميل بدا كيدوب معنا، مهم كيوصل لهاد المرحله. كنطفي عليه وكنديرو في الموم اللي كتبغيو ديرو فيه الفلون، يا مول داير يا مربع اللي على حساب. دابا غادي ندوز نفيض الحليب، المهم هاد الحليب اللي سبق ليا حضرته معاكم. كنبقى نحرك بحال هكا حتى يوصل ليا مرحله الغليان. وهالحليب ديالي بعد ما فاض كنكبو في المول اللي سبق ليا حطيت فيه الكراميل. كناخد الفيلم اليمونتير وكنغطي به الفلون. باش غندخلو الثلاجة لمدة 4 سوايع وما فوق،
وهالف لون ديالي بعد ما وجد كيجي بحال هاد الشكل هذا، كنقلبو في شي تبصيل وكنزينو برقائق اللوز محمرين. نتمنى يعجبكم وتجربوه، واللي مازال ما اشترك معايا في القناة يدخل ويضغط على زر الاشتراك، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من لي لايك والتعليق ديالكم الزوينه اللي كتخليني نزيد لقدام. وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.